الدفاع مهم عند المنتخب القطري. ورقم 7 هذا مرزوق احمد، هذا احد اللاعبين اللي كان موجود في المنتخب في البطوله الاسيويه، وهذا حارس المرمى رشيد يوسف. والبدايه ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، والكره مع المنتخب الاماراتي. المنتخب القطري راح يلعب دفاع 6-0، طبعا راح يعتمد ايضا على حائد الصد بالبلوك، لكن شوف يتقدم يحاولون يخطفون كرات. الطريقه اللي راح ينفذها نشوفها، القياده عند مرزوق، القياده عند مرزوق، هو لاعب سنتر، وهذه اول كره، اول كره، اول كره. يعني نشوف المنتخب الاماراتي اضاع اول هجمه، مرزوق احمد هو السنتر والباك الثاني كان راشد سعيد، لكن نشوف المنتخب القطري عينكم على عبد الرحمن طارق. عبد الرحمن طارق هذا عينكم عليه السنتر، هذا اللاعب هو يقود فريق المنتخب القطري. وهني الرئيس، الرئيس الرئيس باسل خبره، باسل الرئيس شوف الاخطاء، شوف الاخطاء، هذه الاخطاء راح تتسبب يعني عليك بهدف، مثل ما صار مع منتخبنا امس. يعني رميات الجزاء كم كره على الدائره، 4 كرات تغرب على الدائره، وللحين اصر واقول قلت لك منتخبنا، لكن هني الحين المنتخب القطري، المنتخب القطري ايش راح ينفذ؟ تبادل مراكز، زول عدال الريس، وهذا عبد الرحمن الجناح، ايش راح ينفذ؟ 4-2 على الدائره، الريس والجناح، نزول انيس زواوي، هذا الزواوي، وهذا الزواوي، لكن حارس مرمى خبره، هذا حارس مرمى عبد الرحمن خميس، حارس مرمى خبره كبيره، حارس مرمى عنده خبره كبيره. ترجع كره اماراتيه، اول دقيقتين، راشد سعيد رقم 3، مرزوق راح يكون في طريقه 4-2 او التصويب من الخارج، راح يصوب، يصوب، لكن في عقب، في عقب، في دقيقتين، دقيقتين، هذا حكام هني بعد من سلوفينيا ديفيد وبويان، واول ايقاف دقيقتين، اول ايقاف دقيقتين على امين قحيز، شوف في دف، نعم نعم في دف على امين قحيز، نقص عددي في صفوف المنتخب القطري، ايش راح ينفذ المنتخب الاماراتي؟ هل راح يلعب 4-2 ام الاطراف الاجنحه؟ هل راح يلعب 4-2 ولا على الاطراف؟ اوه في مساحه، في مساحه، لكن غير محظوظ، في كانت مساحه، وهذه كره، لكن في عق، في عق، كانت له مساحه لاعب منتخب الاماراتي راشد سعيد، لكن بالغام، وترجع كره قطريه، ما استغل النقص العددي، ما استغل النقص العددي، راح ينفذ عبد الرحمن، هذا عبد الرحمن جناح محمد محمود، دائره باسم الرئيس، تبادل مراكز والضغط والجناح، ويا سلام، ويا سلام على قطر، ويا سلام على محمد محمود، والمرمى فاضي، وسلامات يا حكم، وسلامات يا حكم. شوف من يعني من كثر ما يبي يتابع، بيتابع الهجمه، يعني الحكم شوف هني سجل هدف، لكن المرمى فاضي، والسنتر السريع، السنتر السريع، وهدف التعادل 1-1. وهذا المدرب سعيد الشامي اللي تكلمت عنه، احد نجوم لاعبين سابق، احد نجوم كرة اليد الاماراتية، راح ينفذ عبد الرحمن، راح يكون تصويب من الخارج، هم يكون الضغط، شوف الضغط، شوف الطريقة، التسلسل،
المنتخب، لكن عنده نقص عددي. نعم باسم الرئيس رمية جزاء، رمية جزاء وفي انذار. باسل الرئيس لاعب خبرة، لاعب خبرة، وانذار على مرزوق أحمد. شوف توصيل الكرة بطريقة صحيحة اللاعب الدائرة والتفاهم. رمية الجزاء، رمية الجزاء وهدف، هدف هدف. تصويب قوي من أمين أمير، آسف أمير 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 دنجير، يسجل الهدف الثاني للمنتخب القطري. هل منتخب الإماراتي عنده أيضا لاعب دائرة عنده خبرة اللي هو إبراهيم سعيد؟ هل بإمكانه مثل ما عنده خبرة هني المنتخب القطري اللي هو باسل، باسل الرئيس أيضا في عاقة، في عاقة دفاع قوي. قلت لك منتخب القطري يعتمد على الدفاع، وهذه كرة اليد. شوف شوف الأخطاء، هذه كرة اليد، هذه كرة اليد. يا سلام ويا سلام يا سلام، ما فيها شيء. برافو حكام المباراة، برافو للفرصة اللي عطاها لاعبي المنتخب القطري. وهذه كرة الجناح وهدف، هدف هدف، برافو برافو، هدف عن طريق ضاحي، هذا ضاحي بالجناح الأيسر، ضاحي برافو، ارتقاء ممتاز من ضاحي محمد، وسجل هدف التعادل. كرة معه منتخب القطري، راح ينفذ هاني تبادل. هاني شو اللي حاصل؟ يقول لهم اهدوا اهدوا شوية، اثنيناتهم لاعبين دائرة، باسل الرئيس وايضا ابراهيم سعيد، اثنيناتهم لاعبين دائرة، خلهم يتفقون بينهم بين بعض يا حكم، يعرفون حق بعض. وهني هذا اللاعب اللي انا اتكلم عنه بعد ما تحرك، عبد الرحمن طارق، عبد الرحمن طارق إعاقة خارج أمتار 9 متر، راح يصوب إلى باص، باص شوف ما دام في اثنين عليه يعني وصلت الكرة، وصل الكرة أمير، لكن مدافعين منتخب الإماراتي نعم اثنين على واحد، هي كرة اليد واللعب السلبي يا عبد الرحمن. إيه مصممين إلى باص، شوف شوف ما في ما في ترى ما فيها دقيقتين ولا انذار. ليش؟ لان اثنين على لاعب، دائما انا اكرر. وامير يوصل الكره للجناح، حاول حاول يوصل الكره الى الجناح. هاني هاني حاول يوصل الكره كره مع، يا سلام هدف من الجناح، هدف من الجناح عن طريق أنيس، كرة سريعة سريعة في عاقة، في عاقة في عاقة. كرة معه منتخب الإماراتي، محاولة محاولة اختراق، اللعب الفردي من مرزوق، كرة معه منتخب الإماراتي. شوف الاختراق، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على التصويب من راشد، راشد راشد، برافو منتخب. شوف محاولة توصيل كرة، فاست بريك فاست بريك، وخط يقول خط يقول خط يقول خط يقول خط يقول خط على راشد فرامز.
كرة مع المنتخب القطري. راح ينفذ المنتخب القطري، ما في تصويبات من الخارج. شوف أكثر لعبات المنتخب القطري محاولة توصيل الكرة إلى باسل الريس أو الأطراف، ما شفنا للحين. نبي التصويب، هذه التصويبة لكن وين يعني؟ هذه أول تصويبة، كأنه قاعد يسمعني أمير يقول لي راح أصوب، لكن تصويبة بالغام وترجع الكرة معه المنتخب الإماراتي. دقيقة عشرة والنتيجة 3-3، وفي تبديل للكرة أكيد من حق المنتخب القطري، من حق إنه يبدل الكرة. استأنف اللعب الحكم، كرة مع المنتخب الإماراتي، هل يتقدم المنتخب الإماراتي؟ راح ينفذ المنتخب الإماراتي، تبادل بالمراكز. شوف طريقة التبادل، يا سلام يا سلام، أوه هذا خطير 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 خطير، هذا خطير هذا خطير، هذا اللاعب راشد سعيد أسعد الإمارات بتصويبتين يا سعيد. راشد سعيد برافو، يسجل هدف الرابع والتقدم لمنتخب الإماراتي. عبد الرحمن شوف للحين أنا متأكد أن المنتخب القطري يعتمد على هذه الكرات ورمية الجزاء. المنتخب القطري قاعد يعتمد على الضغط السريع، توصيل الكرة بالأخص مثل ما قلت عنده باسل الريس لاعب الخبرة، أيضا يعتمد على أطراف أنيس الزواوي. ونشوف حارس المرمى، تبديل حارس المرمى، نزول حارس المرمى واللي بيصوب، والسلام يا السلام أمير أمير أمير، وسالم خلفان، نزول سالم خلفان حارس المرمى، تعادل. برافو للمنتخب الإماراتي، برافو للمنتخب القطري. وأنا قلت أن المنتخب القطري ما زال يعتمد على الاختراقات واللعب الجماعي، نعم اللعب الجماعي، توصيل الكرة إلى الأطراف إلى باسل، ما شفنا التصويب من الخارج إلا كرة واحدة من أمير، لكن قاعد نشوف المنتخب الإماراتي قاعد يؤدي ويلعب باختراقات، يحاول يدخل من 6 متر ويصوب، خاصة اللاعب رقم 3 راشد سعيد اللي فاجأنا بكرتين. إبراهيم نزول على الدائرة، ولين الاختراقات لعب الفردي، دفاع قوي في دقيقتين، في دقيقتين هو يقول له لا تمثل، لا تمثل اللي عاده يقول له لا تمثل. سيف الأنصاري، هذا سيف الأنصاري أيضا من اللاعبين اللي كان متواجد مع المنتخب الإماراتي البطولة الآسيوية، من اللاعبين اللي شاركوا، يعني في لاعبين كثر من المنتخب الإماراتي وأيضا من المنتخب البحريني، ويا السلام. لكن وين هالمرة؟ وين يا راشد؟ ارتقاء عالي من راشد، كرة سريعة، عبد الرحمن، أمير، لكن لعب الفردي، حاول أمير رقم 17 يخترق. ترجع الكرة مرة ثانية عبد الرحمن، هم نفس الطريقة نفس الأسلوب، واصل الريس، راح يكون 4-2، بيكون ضغط. شوف الأطراف مستعد هناك، لكن التصويب عبد الرحمن، محاولة تصويب، تنويع كرة اليد كثر ما تنوع ممكن انك تسجل، سواء من التصويب من الخارج، اذا صوبت من الخارج هنا راح يعني تكون هذه. شوف الأخطاء البسيطة، الله، برافو أحمد عبد الله معه مرزوق بهدوء، سجلوا هدف جميل.
شوف الكرة هذه أمير كرات قطرية تنويع باللعب أمير الله 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 عليك لكن حارس مرمى حارس مرمى عنده خبرة والحكم يقول ما فيها شيء نعم الحكم يقول ما فيها شيء أمام عينه يقول حق باسم اخذه وسجل هدف ونعم سجل باسم الرئيس الهدف معنا تصدى حارس المرمى عبد الرحمن خميس الكرة الأولى دقيقة 14 ما زالت النتيجة تعادل التعادل راح ينفذ هل راح تكون نفس الأسلوب الطريقة الضغط والتصويب من الخارج أم 4-2 نعم 4-2 ويرجع مرة ثانية رقم 3 راشد سعيد هو المتحرك هذا اللاعب هو المتحرك والدفاع دفاع قلت لك المنتخب القطري يسكر منطقة الوسط مع أنه تسجل كرتين سجلوا كرتين شوف تسكير المنطقة نعم تسكير منطقة النص والصح للمنتخب القطري خل الأطراف الأطراف راح تسهل مهمة أكثر على الحارس لكن منطقة النص لا 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 لا, لا. راح تكون صعوبة وشفنا راشد صوب وشفنا التصويب لكن وين 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 تصويب خارج المرمى من اللاعب سيف الأنصاري وترجع الكرة سريعة أمير راح يهدي نعم يهدي يهدي أمير هذا المنتخب منتخب الرديف اللي راح يكونون مع المنتخب القطر لكن في لاعبين لا لا كانوا لاعبين لعبوا مثل باسم الرئيس احد اللاعبين اللي كان على الدائره مع المنتخب القطري حتى في كاس العالم كان موجود وهذا باسم الرئيس اللي قاعد اتكلم عنه أنا. هذا اللاعب انا قاعد اتكلم عنه باسل الرئيس هذا اللاعب لاعب الدائره لاعب الدائره يسجل هدف التقدم 6-5 6-5 بدفاع 6-0 عند الأنصاري راح ينفذ الأنصاري لاعب السنتر راح يطلع إبراهيم سعيد نفس الطريقة نعم خروج إبراهيم سعيد راح يكون الضغط ودفاع قوي دفاع والدائرة إبراهيم لكن دفاع قوي منتخب القطري نعم دفاع قوي والضغط محاولة الوصول إلى الدائرة والاختراق من الجناح لا 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 في دفاع قوي دفاع قوي يا سلام للمنتخب القطري يا سلام على المنتخب القطري قاعد يتحرك بطريقة صحيحة 100% كل يعني لو تلاحظون ما في واحد على واحد لا لا في مساندة على طول تكون المساندة شوف 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 طريقة الدفاعية والتصويب على ثوب ما فيها حاشت حاشت أتوقع إبراهيم نعم حاشت إبراهيم والحكم صاحي الحكم صاحي وترجع الكرة حاول يصوب من خارج 9 متر سالفة الكرة اليوم سالفة الكرة ترجع الكرة قطرية هذا المنتخب هذا المنتخب الكبير صاحب الإنجاز العالمي ونجوم كبار لا تنسون فرانكيس اللي يلعب في دورينا فرانكيس هداف العالم شوف الطريقة الضغط توصيل الكرة ويا سلام وهذا أول هدف أول هدف لهذا اللاعب عبد الرحمن طارق عبد الرحمن طارق في نعم طلب الوقت المستقطع الكابتن سعيد الشامي
انتهى الوقت المستقطع اللي طلبه كابتن سعيد الشامي. كرة مع منتخب الإماراتي. شو اللي حاصل؟ إيقاف إيقاف. لو متكلم ما يخالف، نستغل هذه الفرصة نتكلم عن المنتخب القطري. المنتخب القطري بنجومه اللي حصلوا على المركز الثاني في بطولة 2015 اللي قامت في قطر برئاسة رئيس طبعا الاتحاد حاليا احمد الشعبي، تعب انجاز ارهاق كل هذا لاجل علم دولة قطر. نعم انجاز يحسب للمنتخب القطري، وانجازات وبطولات ووصول الى كأس العالم لا ننسى. طبعا شوف الشخصيات هني موجود ايضا احمد الشعبي رئيس الاتحاد، والكابتن الكبير بدر الذياب، وايضا علي عيسى رئيس الاتحاد البحريني. يعني متواجدين شخصيات وحضور، ونقول لكم يا هلا ومرحبا واهلا وسهلا فيكم. كرة مع نعود. نعم عندنا الى مجريات دقيقة 18 والنتيجة تقدم 7 قطر 5 الامارات، والكرة مع منتخب الاماراتي. مش راح ينفذ نفس اسلوب ونفس طريقة، راح يكون الضغط 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 والاختراق ودفاع. دفاع قوي دفاع قوي دفاع قوي المنتخب القطري، بالاخص عن طريق امين قحيص. شوف الطريقة تبادل المراكز، الضغط نفس الطريقة راح يكون نفس الاسلوب والتصويب، لكن حارس مرمى صاحي 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 حارس مرمى المنتخب القطري. شوف التسلسل، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام أنيس الزواوي، يا سلام على المنتخب القطري والتسلسل بالكرة بعد ما تصدى حارس المرمى رشيد يوسف. حاول تصويب من الأنصاري خارج منطقة 9 متر، لكن صاحي. ترجع الكرة إلى المنتخب الإماراتي، وحاولت الاختراق وهدف هدف. شوف لأنه لاعب بلاعب، نعم لأنه لاعب بلاعب بالفعل أحمد عبد الله بالإعادة. شوف لاعب بلاعب لاعب بلاعب، خلاص يقدر يخترق، اخترق وسجل. برافو. 6 منتخب الإماراتي، 8 منتخب القطري. الكرة معه منتخب القطري. أمير التصويب التصويب والحظ يا أمير 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 أمير. الحظ الحظ بعد ما تصدى عبد الرحمن الخميس وسجل هدف. برافو للمنتخب القطري. ترجع الكرة المنتخب الإماراتي، دفاع قوي دفاع قوي دفاع قوي. الكرة معه منتخب الإماراتي. منتخب الإماراتي راح ينفذ، هل راح يلعب نفس الأسلوب والطريقة، هل راح يتحرك لاعب دار إبراهيم؟ لكن اللعب الفردي اللعب الفردي اللعب الفردي من مرزوق أحمد مرزوق أحمد. حاول الاختراق، طريقة الضغط وخطف الكرة خطف الكرة. أنيس أنيس يا أنيس
يا أنيس، أنيس الفاست بريك، أنيس نعم أنيس الزواب اللي عاد أشوفه. فاست بريك أخطاء الفنية، شوف الإمارات خمس أخطاء، قطر خطأين أكيد تفوق. شوف الأخطاء كثر ما تخطئ خلاص تصير عليك عكسية عكسية، والنتيجة 10 قطر 6 الإمارات. محاولة اختراق الدفاع القوي، محاولة صعوبة صعوبة، نعم نعم برافو للمنتخب القطري، برافو للمنتخب القطري. الدفاع المنظم خاصة أكرر خاصة منطقة الوسط، خاصة منطقة الوسط، تسكير منطقة الوسط. راح ينفذ نفس الاسلوب ونفس طريقة، نفس الاسلوب ولا تكون الاخطاء. الدائرة ويا سلام يا رشيد، رشيد يا سلام على حارس مرمى المنتخب القطري، حاول عبد الحميد سعيد على الدائرة، ياته كرة من ذهب، ياته كرة من ذهب، ياته كرة من ذهب، لكن حارس المرمى صاحي رشيد، صاحي صاحي رشيد، وترجع الكرة قطرية. راح ينفذ المنتخب القطري. زين الدين ومنجل، زين الدين رقم 22 نزوله، ايضا من اللاعبين اللي صوبون، لكن نشوف هاني ايش عنده، هاني هاني وهذا زين الدين والضغط، ترجع الكره محظوظه، ها لامسه تريله، لا لامسه تريله عبد الرحمن، والكره تلعب من مكانها، الكره تلعب من مكان الخطا، وما زالت النتيجه 10 منتخب. شوف شوفها باللي عادة، شوفها باللي عادة راح تكون واضحة، راح تكون واضحة باللي عادة. نعم لامسة تريلا، حكام صحيح سلوفين، حكام سلوفينيا صحيح. شو اللي حاصل هني في دقيقتين، في دقيقتين على منو الدقيقتين؟ على باسل الريس، على باسل الريس، باسل الريس، باسل الريس. هل يستغل المنتخب الإماراتي النقص؟ هل راح يلعب 4-2 طريقة 4-2؟ هني راح نشوف، هني راح نشوف الطريقة عند عبد الحميد سعيد. عبد الحميد سعيد لاعب الدائرة، هل راح ينزل مع لاعب ثاني أم راح يكون الضغط للأطراف؟ طبعا أنتوا ما سمعتوا أسماء الأجنحة الإماراتية نهائي، ما هذا ها 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 ها. شكرا 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 شكرا، ترى انا قاعد اشوف المباراة معاكم لايف، مو شايفها قبل هالمرة، قاعد شايفها معاكم، يعني لا اقول يمكن، لكن كرة جميلة وصلت الى راشد فرامز وسجل الهدف، برافو برافو. 10 قطر 7 الزواوي. شوف ايش راح ينفذ المنتخب القطري، نزول نور اشرف على الدائره، لان باسل الريس عنده دقيقتين، وهاي توصيل الكره، ويا سلام رميه جزاء، وفي دقيقتين اتوقع نعم نعم في دقيقتين، وعيدها لنا عيدها لنا يا يعقوب، عيدها لنا خلينا نشوف. هذه 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 واحده شفتها، هذه شفتها، وهني بعد يعني اكثر، برافو لاعب الدائرة اللي هو نور، لكن التصويب من منو؟ تصويب رمية الجزاء، اوه بكل هدوء بكل هدوء وبسلاسة، بكل هدوء وبسلاسة يسجل هدف أمير، رمية الجزاء
11 7 11 7 11 7 والنقص العددي. هل راح يطبق نفس الطريقة؟ هل راح يطبق نفس الأسلوب توصيل كرة؟ أنا قلت ما سمعت أسماء الأجنحة، سمعت اسم واحد، ما سمعت في واحد ثاني، ما سمعت النقص. يا السلام، آه وصلت لك كرة الدائرة الدائرة، يعني وصلت لك يا إبراهيم كرة، وصلت لك يا إبراهيم كرة، مفروض أنك تسجلها. لكن أيضا حارس مرمى المنتخب القطري رشيد يوسف، نعم رشيد يوسف، النقص العددي. هذا رشيد، هذا رشيد واضح، يعني حراسة المرمى، من زمان أتكلم حراسة المرمى شيء مهم. وشوف الضغط بسهولة وهدف. الله على هذا الجناح، الله عليك، برافو محمد محمود، ارتقاء جيد من محمد محمود بالجناح ويسجل هدف رقم 12 للمنتخب. 12-7 وآخر خمس دقائق، 12-7 وآخر آخر خمس دقائق. يعني المنتخب القطري ماشي تدريجيا شوي شوي، أكيد ما يستعجل، ما عنده استعجال. حاول المنتخب القطري يسكن النقص عددي، في نقص عددي، في نقص عددي، واللعب السلبي. محاولة، يعني محاولات لأن في لعب سلبي، لكن كم لعبة. والجناح يا رشيد، رشيد، أنا أتكلم على أجنحة، لكن رشيد واعي وراس، يعني دخول ضاحي بأول دقيقتين، أتوقع أول دقيقتين سجل هدف. لكن رشيد هني لا، رشيد قال له المرة لا، رشيد منتخب الإماراتي قاعد يوصل كرات ممتازة، أضع كرات وصدم في حارس مرمى اسمه رشيد يوسف. أنا أقولها بصراحة وأتكلم الواقع، وهذه كرة، هذه كرة من الأخطاء. هنشوف أربع خطوات يا واضحة، راح تكون واضحة رشيد، راح تعيدها، عيدها يا يعقوب، خنشوف يا يعقوب، علشان نقول لأهل الخليج عشان لا يقولون واضحة، حكام صحيين، عشان نقول يعني واقعين ونقول الصح صح والخطأ خطأ. يا هاني يمشي الكرة، ودفاع دفاع قوي. شوف زين الدين راح يصوب، زين الدين، هذا زين الدين، ودفاع قوي، هذا زين الدين، حاول الاختراق. بعد اكتمال المنتخب الإماراتي هاني عبد الرحمن القيادة. شوف المنتخب صاده هالمرة، صاده عبد الرحمن، لكن هذا اللاعب محمد محمود يعني ما شاء الله بالجناح، لاعب متحرك. وهني الجناح، هاي الثانية، هم الثانية رشيد انت يا رشيد، نعم رشيد يقول حق ضاحي، خلاص سجلت هدف واحد. شوف هني الراس المرمى لهم دور، هذا عبد الرحمن خميس الخبرة، عاد هذا اللي هني الخبرة، عبد الرحمن خميس، برافو برافو رشيد يوسف. ترجع الكرة المنتخب القطري، ونزور ريان العريبي، ريان العريبي، هذا ريان أيضا لاعب مميز ريان. وشوف الضغط من ريان وحراسة المرمى ورمية جزاء، وفي دقيقتين رمية جزاء زين الدين، وفي دقيقتين 23 رقم 23 33 أحمد عبد الله. شوف هني في دف، يقول له في دف، رمية جزاء ودف، ودقيقتين ورمية جزاء،
راح يصوب والسلام عليك. يا سلام، برافو برافو اللاعب أمير. أمير يصوب ويسجل هدف رقم 13 في آخر دقيقة، دقيقة آخر دقيقة. راح ينفذ النقص العددي منتخب الإماراتي من غير حارس مرمى، أي كرة خاطئة راح يسجل هدف بسهولة المنتخب القطري. ما في أحد، وهذا الخطأ لكن محظوظ 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 محظوظ، واللعب السلبي والتصويب والمرمى فاضي ونزول حارس. لا لحق لحق، لكن من اللي ياك، لكن من اللي واجهك؟ هذا اللاعب، هذا اللاعب الجناح محمود، بعد ما تصدى راشد يوسف. شوف رشيد يوسف وهدف مع نهاية الشوط، تفوق منتخب القطري. شو اللي حاصل؟ راح يحسب الهدف ام لا؟ حسب الهدف 14، لان ما سمع الصبر. 14 ما حسب الهدف، لم يحسب الهدف. 14 8 مع صافرة حكام الطاولة. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لزميلي عبد الله حسين وضيوفه بالاستديو التحليلي الكابتن محمد مبارك، كابتن يوسف فضلي. أعزائي المشاهدين، شوط ثاني بين المنتخب القطري والمنتخب الإماراتي. تقدم المنتخب الإماراتي القطري على المنتخب الإماراتي بنتيجة 14-8. هذا مدرب الفريق حاتم محمد، مدرب فريق المنتخب القطري للمنتخب القطري، وهذا رقم 6 اللي أنا تكلمت عنه. على فكرة هذا اللاعب الجناح لاعب ممتاز، لاعب عنده إمكانية، وراح تشوفونه أكيد، راح تشوفونه باسم المنتخب القطري مثل المنتخب القطري. شوط ثاني، شوط ثاني منتخب توزيع. قاعد أتكلم عنه، أنا قاعد أتكلم عنه، هذا اللاعب أتكلم عن هذا اللاعب ويسجل الهدف. هذا اللاعب اللي هو رقم 6، برافو برافو محمد محمود. وهذا كابتن سعيد الشام، سعيد أحد نجوم المنتخب الإماراتي كرة اليد الإماراتية، وهو المدرب الحالي للمنتخب الإماراتي. دفاع باستمرار 6-0، دفاع 6-0 قطري. وقلت لك إذا بتلعب على منطقة الوسط راح تصعب على نفسك المهمة، حرك الأطراف، عندك أطراف، عندك أجنحة، ولو أن الضاحي ضيع بالشوط الأول، لكن الشوط الثاني النقص العددي ما زال مستمر. لنصاري لنصاري، لكن في عاق في عاق ونقص عددي. توقع كمل، خلاص كمل منتخب الإماراتي. طيب راح ينفذ راشد سعيد ايضا، وين الدخول الخاطئ الانصاري؟ الدخول الخاطئ انسيف الانصاري. قلت لك راح يعتمد المنتخب القطري على الدفاع 6-0، لان التصويبات من خارج المنطقه. تشوفيني شوفيني بالخبره، بالخبره باسل، بالخبره باسل ريس، بالخبره. ترجع الكره قطريه، ضغط عبد الرحمن، تسلسل والتصويب. قلت لك هذا اللاعب، هذا اللاعب ريان العريبي، ودي كره سريعه وفي عقل. ريان العريبي، ريان العريبي يطلق له غذيفه من خارج امتار 9 متر ويسجل الهدف على عبد الرحمن خميس. هذا عبد الرحمن خميس حارس مرمى خبره. 16 المنتخب القطري، 8 المنتخب الإماراتي. شوف طريقة الضغط، فريق الإماراتي يعني
الضغط واضح، الضغط ما يكون، الضغط ما يكون على الـ الـ على بين المدافعين، الضغط قاعد يصير يعني على اطراف، وهذا خطأ. شوف خطأ الضغط، لكن شوف الضغط، شوف تمرير الكرة والاختراق من اللاعب، رمية جزاء كانت، لكن يقول لا خلنا اعطيه الافضلية، اعطي راشد سعيد الافضلية ويتسجل هدف. الضغط اذا يكون بين لاعبين راح يكون، نشوف المنتخب القطري الضغط بين لاعبين يفضون حق الاجنحة، سواء حق انيس ام حق محمد محمود او التصويب عبد الرحمن. لاحظ الضغط، لاحظ الضغط، شوف التصويب، صاحي صاحي هالمرة، فاست بريك، فاست بريك سلاح كرة اليد، نشوف الفاست بريك، الفاست بريك جماعي، الضغط راح يكون الضغط، نعم يا سلام يا سلام يا سلام عليك، لكن وين مهارة فردية ممتازة من احمد عبد الله، لكن التصويب فوق يا احمد، يا سلام على المهارة الفردية احمد عبد الله، لكن يشوف التصويب صاحي هالمرة، صاحي عبد الرحمن خميس. 16-9 المنتخب القطري يتقدم على المنتخب الاماراتي. تبادل المراكز، راح يكون التصويب من الخارج، امتار التسعة، وفي عق في عق في عق، يحاول احمد عبد الله يصوب، هذا الكابتن حاتم، راح ينفذ تصويب، او شو يسوي هذا، شو يسوي هذا، شو يسوي يعني، بولند نبيها يا ريت تكون يعني، شوف شوف التصويب، شوف التصويب من هذا اللاعب راشد، يا سلام عليك يا راشد، شوف التصويب، والله تستاهل يا راشد، ولو في بعد لقطه رابعه هم يحطونها لك، تستاهل يا راشد بهالتصويبه الرائعه من هذا اللاعب الرائع اللي هو راشد سعيد. 10 المنتخب الاماراتي، 16 منتخب القطري في عقد. نلاحظ الضغط نفس الطريقه اللي قاعد اتكلم عنها، شوف المنتخب القطري، شوف بين لاعبين، يا سلام التحرك بدون كره، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، شوف شوف زين الدين، زين الدين يتحرك من غير كره مع العريبي، وهدف جميل للمنتخب القطري يا كابتن سعيد الشام. مباراه صراحه يعني جيده جيده، وراح ترتفع الى اكثر من جيدة، نقول جيدة، جيد جدا نعطيها، لأن فيها يعني أهداف جميلة. منتخب الإماراتي أحاول توصيل الدائرة، لكن تمرير الخاطئ، تمرير الخاطئ، والسرعة سلاح يا سلام، من وين شفته، من وين أنت شفته، أنت من وين شفته يا عبد الرحمن وعيده، وراح تشوفون عبد الرحمن لاعب السنتر، وهذا اللاعب سنتر، وهني الاختراق، وحارس مرمى، وفاست بريك سريع، وبرافو برافو 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 يا ابراهيم، برافو يا ابراهيم، قاتل على الكره وردت الكره اماراتيه بعد ما تصدى رشيد. شوف هني من بعيد عبد الرحمن، من بعيد عبد الرحمن طارق وصل الكره، والسالفة الكرة، حكام من البوسنة، آسف من سلوفينيا، لكن السالفة الكرة، ثالث كرة ترانا ماني مسجل، لكن أنا عارف أن هذه ثالث كرة، ثالث كرة، في مشكلة. راح ندخل على الدقيقة 7، تفوق منتخب القطري، راح ينفذ عبد الله خميس اللاعب السنتر، هذا ابراهيم تحرك من غير كره، سلام يا احمد، يا سلام يا احمد، التحرك من غير كره، والتصويب، لكن صاحي رشيد، صاحي صاحي حارس المرمى، صاحي هذا رشيد، نعم نعم رشيد تستاهل،
يا رشيد انك تكون نجم هذا اللقاء. تصدياتك لكرات كثيرة للمنتخب الاماراتي. انيس زواوي، عبد الرحمن الرئيس، تبادل بالمراكز. راح يكون الضغط اكيد ريان، راح يكون الضغط. اوه يا ريان، اوه 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 ريان، قلت لك لاعب 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 متمكن هذا اللاعب، لاعب ريان العريبي، لاعب متمكن. برافو، شوف ريان، لا بيده يعني، شوف بيده الثنتين ما شاء الله يا ريان. ريان يسجل هدف جميل، هدف رقم 19. 4-2، 4-2. هني الضغط، اضغط، لما تضغط راح تصير في ثغرة 100%. لما تضغط بالطريقة الصحيحة وتتحرك راح يعني في ثغرة راح تصير، لكن لما تروح تسلم نفسك لا 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 يا أحمد يا عبد الله، اضغط افتح، قلنا لك على الأطراف، حرك أطراف الأجنحة اللي عندك من لاعبين سواء ضاحي. وهذا التصويب صاحي هالمرة، صادق هالمرة، صادق يعني موجود ضاحي وموجود راشد في الجناح فرامز. منتخب الإماراتي بدأ يعتمد على فقط المنطقة الخط الخلفي اللي هو راشد وأحمد عبد الله. تبادل 4-2 والضغط السريع الجناح. برافو 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 يا أنيس 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 الزوا. شوف المنتخب القطري لو نشوف الأطراف، نشوف أنيس الزواوي وأيضا نشوف اللاعب اللي هو محمد محمود يا كابتن سعيد الشام، توصيل الكرة، توصيل الكرة إلى الأطراف، يوصلون الكرة للأطراف، يخففون الضغط على منطقة الوسط. أنت الحين 4-2، افتح افتح راح تسجل وتوصل الكرة. شوف توصيل الكرة الخاطئ، يعني لو نشوفها كم لاعب على إبراهيم سعيد، كم لاعب يا أحمد يا عبد الله، وصل الكرة مو من أول مرة، مو شرط تكون من أول مرة. شوف ضغط، شوف إصرار، نفس الخطأ نفس الخطأ ونفس الفاست بريك ونفس اللاعب، وكرة استعراضية وكرة فنية على حارس مرمى سالم خلفان، وراح تشوفونها راح تشوفونها. دفاع قوي، لأن دفاع فردي فيها دقيقتين، فيها دقيقتين على أمين أتوقع رقم 44، خلينا نشوف، أو باسل، لا على باسل، باسل الرئيس، باسل الرئيس، باسل، باسل 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 طبعا باسل لاعبين طبعا غير قاصد، لكن هذا القانون. شوف هني فاست بريك ونفس اللاعب أنيس، والكرة الفنية الحلوة الجميلة، يسجل هدف رقم 21، فارق 11 هدف، 21-10، طريق منتخب القطري دفاعية يعني، حتى الكابتن سعيد يعني ها يعني مو غلط انه يطلب وقت مستقطع على فكرة، يعني مو غلط انه يطلب وقت مستقطع. شوف توصيل الكرة، وصلها ولا ما وصلها؟ وصلها بحالة النقص عددي، نعم حتى لو مكاملين وصل الطريقة الصحيحة يا أحمد عبد الله، وسجل الهدف رقم 11، الهدف رقم 11 نقص العددي. عشر دقائق، عشر دقائق راح ندخل، نقول 11 دقيقة. تبادل، لاعب يا سلام، شوف شو يوصل الكرة، شوف شلون يوصل الكرة بكل ثقة، توصل الكرة إلى نور أشرف، وهنا كرة سريعة وهدف، وفي دقيقتين أتوقع، نعم في دقيقتين، نفسه نور 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 رقم 18 نور أشرف اللي سجل الهدف على الدائرة، سجل هدف على الدائرة وبردته خذاله دقيقتين نقص عددي.
نقص عددي. شوف هني في مسك، نعم نعم في مسك، لكن الدخول الغوي، شوف هني الاختراق والدخول الغوي من راشد، وهني الهدف. شوف وصل الكرة هني، سجل هدف وروح هناك خذاله دقيقتين. نفس الأسلوب ونفس الطريقة، الضغط باللاعبين. راح يكون تصويب من الخارج، والتصويب صاحي صاحي، والمرمى فاضي، وهدف. برافو برافو، مو بس انت لك يا راشد، لا ايضا نقول برافو لسالم خلفان. سالم خلفان اللي عطاك الكرة بالملي، صد الكرة وعطاك اياه بالملي، برافو. هذا خلفان، قلت خلفان، سالم حارس المرمى. أنيس راح ينفذ، مصطفى أمير، هذا مصطفى، مصطفى فيه دقيقتين. شوف واضح إشارة الحكم، لكن عندنا بولند بيصيدها، والمصورين مشكورين، سواء الإخوان اللي بالسيارة النغل أو داخل الصالة، الجنود المجهولين داخل صالة الدفع. صاده صاده والله صاده صادق، الدفع واضح، الدفع واضح من اللاعب المنتخب الإماراتي أحمد عبد الله، دفع واضح. خمس لاعبين أيضا المنتخب القطري عنده نقص، لكن الآن نقص لاعب واحد. هذا العريب، هذا العريب، ريان 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 العريب، برافو يا ريان. ريان من خارج امتار 9 متر يصوب ويسجل الهدف رقم 23. منتخب الاماراتي من غير حارس مرمى، هل يستطيع منتخب القطري قطع الكره والتسجيل بنفس الاسلوب اللي سجل فيه احمد عبد الله، اسف راشد سعيد. زول مرزوق، كمل الضغط كمل الضغط، شوف كمل، لكن يقول انا بسجل انا بسجل، يقول انا بسجل. مرزوق مرزوق احمد، برافو يا مرزوق، مرزوق يسجل هدف رقم 14. مصطفى امير، هذا مصطفى امير، والضغط. السلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، من اول ما نزلت وانا قلت ريان، قلت ريان لاعب لاعب خبرة، لاعب قوة ضارب بالمنتخب القطري. ريان نعم ريان، وسلامتك يا عبد الرحمن، حاش له واحدة، خذاله واحدة يا عبد الرحمن، خذاله واحدة، يعني لازم. هذه كرة اليد، تبادل المراكز، راح يكون الضغط لأن في نقص عددي في المنتخب الإماراتي، راح يكون لعب سلبي، وهو لعب سلبي، هذا اللعب السلبي، اللعب السلبي وقطع الكرة. شوف الأخطاء هذه البسيطة في كرة اليد ما تصير في المنتخبات، من الصعوبة من الصعوبة. وبرافو، فاست بريك عن طريق حمدي النوري، حمدي النوري فاست بريك، سلاح كرة اليد العالمي حمدي النوري. في دقيقتين، ليش الدقيقتين؟ ليش الدقيقتين؟ هذا سيف الأنصاري، هذا سيف الأنصاري لاعب سنتر، سيف الأنصاري. شو اللي حاصل؟ سيف يعني الحكام أصحاب القرار، لكن أيضا كان يعني لو تعيدها مرة ثانية يعقوب ما يخالف، خل يعني خل نشوف إبراهيم سعيد أيضا، إبراهيم سعيد رقم 77 عيد اللقطة، خل نشوفها. يعني أتوقع أيضا تدخل إبراهيم، شوف إبراهيم إبراهيم إبراهيم، شوف إبراهيم رقم 77، شوف يعني. لكن اللي توقف هو سيف الأنصاري، واسمح لي يا مخرجنا
والاخوان بسيارة النقل اني عدتها لاني بس بتأكد منها ونعطي كل واحد حقه ان الخطأ توقع انه على اللاعب ابراهيم سعيد لكن اللي انطرد سيف الانصاري. ابتسامة من الحكم والدقيقتين نعم خلاص اعتمد الايقاف على سيف الانصاري والنقص العددي الحكم صاحب القرار. طبعا نتمنى توافد الجماهير صراحة جماهيرنا الوفية لمساندة منتخبنا منتخبنا الازرق المتجدد الصغير اللي راح تشوفونه ان شاء الله على مر هالسنتين ثلاث كبير وهاي الدخول والتصويب وتروح الكرة للمنتخب القطري. السرعة 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 إلى الزواو لكن هالمرة بالغام لكن هذا شو اللي حاصل ترجع الكرة هذا مو الزواو هذا حمدي النوري رقم 93 بالجناح الأيسر. شوف المنتخب القطري يبيها مضمونة 100% لكن بريل يبيها مضمونة 100% ما يبي يصوب ليش يصوب دام انه بامكانه انه يخترق. شوف الطريقة شوف التسلسل وشوف الهدف الجميل من حمدي النوري. هذه طريقة كرة اليد وهذه لعبة كرة اليد وهذه بسهولة في كرة اليد. برافو توصيل كرة من مصطفى امير اللي نزل مكان عبد الرحمن طارق. 26-14 حاول منتخب القطري يتقدم بالدفاع حاول يقطع الكرات دفاع قوي من منتخب القطري. نشوف دفاع قوي نعم دفاع قوي راح يتصوب الكرة اللي راح يكون لعب سلبي راح يكون لعب توصيل الكرة يا سلام لكن ترجع وتوصيل الكرة مرة ثانية كمل لأن فيها رمية جزاء صح كلام لأن فيها رمية جزاء واضح الدفاع من داخل الدفاع من شوف الدفاع من داخل واضح على لاعب رقم 88 اللي هو مصطفى أمير. رمية الجزاء أحمد عبد الله ورشيد ويا سلام يا أحمد برافو أحمد عبد الله يسجل رمية الجزاء الهدف رقم 15 الهدف رقم 15 26 المنتخب القطري 15 منتخب الإماراتي. راح ندخل على الدقيقة 18 زين الدين باك الايسر السنتر طبعا استبداله هذا الكابتن حاتم. حيكون الضغط شوف المنتخب القطري ما يفقد الكره بسهوله اللي فقدها الحين اللاعب نفسه فقد يعني ما استلمها لكن وصلت الكره بالطريقه الصحيحه وين الدخول استعجال وما فيها شيء نهائي يا احمد لو انك مسجل الكره الحكم راح يصفر وراح يقول لك هدف لكن انت يعني صوبته بالطريقه الخاطئه. احمد عبد الله ترجع الكره وهذا رشيد يوسف خلف مدافعي المنتخب القطري. طبعا اكيد البنيه الجسمانيه المنتخب القطري ما شاء الله. مصطفى السنتر العربي توصيل الكرة ما فيها شيء وني الدفاع برافو دفاع المنتخب الإماراتي برافو تسكير منطقة الوسط لأنه راح يعتمد المنتخب القطري على التصويب من خارج 9 متر إذا ما قدر يوصل الكرة. شوف هذه تصويبة لكن ترد الكرة إلى المنتخب الإماراتي. أحمد فاست بريك أحمد برافو قلت
راح يعتمد على التصويب من خارج امتار التسعة، لأنه صعب المهمة على نفسه بأنه يخترق الدفاع في منطقة الوسط، ولو أنه عنده أطراف ممتازين المنتخب القطري، سواء رقم ستة اللي هو محمد محمود أو رقم 93 حمدي، طبعا قبله كان أنيس. تبادل على الدائرة هوائية هوائية ويا السلام يا سلام، علقها 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 بالتسعين، علقها أمير أمير دنقير يعلق الكرة، برافو، شوف هوائية متفقين عليها ويعلقها بالتسعين، برافو للمنتخب القطري، هدف جميل. آخر عشر دقائق، 27-16 تقاطعات، يا سلام يا سلام. طيب ليش ما لعب بهالطريقة؟ شوف اللي سجل الهدف ترى عكس ايده، عكس ايده، مو هو اشول، عبد الله خميس مو لاعب اشول، لكن شوف الميلان وتسجيل هدف فوق راس حارس المرمى رشيد، وحسس على راسه رشيد، لان كان الكره حاجت راسه، اشطبت راسه، نزول احمد حارس المرمى المنياوي، احمد المنياوي حارس المرمى، فرق 10 اهداف. سلامات سلامات امير، سلامات، هذا امير، امير وبروحه، اوه حارس المرمى، حارس المرمى صاحي، حارس المرمى، برافو سالم خلفان، يصطاد كرة امير اللي اخترق من الجناح. شوف اللعب الفردي راح ترد عكسية، هترد. طيب اطبق نفس الطريقة، اضغط بين الاثنين، احاول استغل الجناح راشد، احاول استغل ضاحي بالاجنحة، لان من الصعوبة ان توصل كرة لاعب الدائرة، للمنتخب القطري قاعد يسكر منطقة النص، وهذه كرة اليد لازم يسكر منطقة النص. شوف ان الاختراق اللعب الفردي وفيه رمية جزاء، رمية جزاء وفيه دقيقتين، رمية جزاء ودقيقتين على نور أشرف، وهي ثاني مرة نور أشرف. شوف الاختراق من هلال، هلال جهاد حاول الاختراق ورمية الجزاء، ويا سلام شثقة هذه، شثقة هذه، شثقة، وهني من دولة الإمارات، طبعا الإخوان من دولة الإمارات هذه كرة اليد الإماراتي متواجدين، والجميع متواجد في الكويت، الجميع ما شاء الله مجلس التعاون متواجدين بالكويت، هني الشعبي طبعا مد شعبي وبدر ذياب، بدر ذياب، كرة قطرية وصاروخ، لكن فيه فيه نعم فيه خطأ، يقول حكم، حكم من سلوفينيا، وكمل اختراق، كمل الضغط، كمل وسجل، خلاص كمل وسجل، برافو، كمل وسجل يا راشد، هذه كرة اليد، كرة اليد مو لاعب واحد، كرة اليد ست لاعبين بخلفهم السابع حارس المرمى، والضغط السليم من لاعبين الإمارات الممتازين في هذه الكرة بصراحة. وهذا الكابتن سعيد، وين أيامك يا كابتن سعيد، دائما كابتن سعيد يذكرني بهدف إسماعيل عبد الغدوس، يقول خلانا يعني شقول، يعني قال لي كلام صراحة عن هدف إسماعيل عبد الغدوس في آخر ثانيتين، وهاي التصويبة مرة ثانية، لكن دفاع 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 دفاع، حاول التصويب أمير، لكن دفاع باسل، الدائرة تصويب، بلش المنتخب القطري يصوب، يصوب يصوب من الخارج، المرمى فاضي، لكن شو اللي حاصل؟ يقول لا العب
نعم فاروق كولو، هذا فاروق كولو يسجل. شوف من وين التصويب من فاروق ويسجل الهدف رقم 28 بآخر 6 دقائق. وهذا طبعا اللي لعب مكان عبد الرحمن طارق اللي هو مصطفى أمير. محاولات اختراق منطقة الوسط ممنوع، المنتخب القطري يقول لك ممنوع، منطقة النص ممنوع، ألعب على الأطراف ما عندي مشكلة، على الدائرة ما عندي مشكلة، عندي حراس مرمى مثل ما كان عندي رشيد يوسف، الحين عندي أحمد المنياوي، وهذه الطريقة الصحيحة. والله هذه كرة اليد، هذه كرة اليد يا المنتخب الإماراتي، هذه كرة اليد يا رشيد يا راشد، برافو. شوف التبادل والتقاطع، التبادل. وين يا باسل الكبرشين؟ يا باسل الرئيس الكبرشين، يا كابتن باسل الرئيس، لاعب الدائرة طبعا، لاعب من اللاعبين المميزين على الدائرة. في طلب وقت مستقطع اتوقع، هل في طلب وقت مستقطع ولا سلم البطاقة؟ سلامات سلامات راشد، خلني استغل الفرصة اتكلم، يا ريت الصورة تروح على حكام الطاولة مخرجنا، نشوف شوف مو الحكمة اللي بالنص، لا 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 اللي بروح المراقب، هذا عادل جناحي، هذا احد لاعبي المنتخب السعودي في 79 بطولة فلسطين في كأس فلسطين بالكويت، هذا احد لاعبي المنتخب السعودي. اما الثاني البحريني مجدي ميرزا، احد نجوم كرة اليد البحرينية، هذا ميرزا، هذا طبعا بدر ميرزا، تعرفونه بعد بدر ميرزا اللي متابعين السابقين، بدر ميرزا هذا اخوه مجدي، من احد لاعبي النادي الاهلي ونجوم المنتخب البحريني. يعني ايضا الطاولة نجوم كبار متواجدين، مدراء فنيين. وين الكرة؟ هذه الضغط، هذه السلاسة، وهذه الكرة، لكن يا هاني ردت كرة بعد ما تصدى حارس المرمى، حارس المرمى تصدى لكرة هاني، وترجع الكرة إماراتية، وهذا حارس المرمى سالم خلفان، مش راح ينفذ نفس الطريقة، الضغط راح يكون الضغط. شوف اللعب الفردي ما يفيدك اللعب الفردي، ما راح يفيدك اللعب الفردي يا عبد الحميد، اللعب الجماعي هو الصح، الضغط هو الصح. شوف كمل لاعب حارس مرمى، يا سلام عليك يا أحمد، هذا أحمد تصدى لكرة كانت مضمونة. وني شوف الأخطاء والاستعجال ضاحي، حاول لاعب الدائرة طبعا ياخذ الكرة، لكن تمرير كان خاطئ وراحت للمنتخب الإماراتي، لكن أضاع المنتخب الإماراتي كرة. بعد المراكز منتخب القطري، والضغط والتصويب، وصاحي ولد خلفان، صاحي برافو يا سالم. وهذه كرة سريعة، يعني لو توصيل توقع ان الكرة كانت سريعة اللاعب الدائرة، كرة سريعة اللاعب الدائرة ما استلمها، كرة سريعة، طلب وقت مستقطع. خلنا نسمع ايش راح يقول.
انتهى الوقت المستقطع اللي طلبه كابتن سعيد. طبعا هذا يعني حاتم من اللاعبين اللي لعبوا في الدوري القطري، لاعب مميز ايضا هذا اللاعب حاتم محمد، مدرب حاليا منتخب القطري. كرة مع المنتخب الاماراتي اخر، حتدخل على اخر دقيقتين، اخر دقيقتين. شوف الضغط بين لاعبين، بين لاعبين الضغط. شوف كرات السهله، كرات السهله، كرات السهله، والفاست بريك وهدف. لامس الخط، لامس الخط، يقول له لامست الخط، يقول له لامست الخط. الحكم يا امير يقول له لامس الخط. شوف صاده 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 صاده، صايدينك صايدينك صايدينك، كذا ما صادك الحكم بنصيدك. ونشوف الكره هذه، ونشوف الهدف هذا اللي تسجل عن طريق اللاعب عبد الحميد، لاعب دايره. شوف القوه، نعم برافو عبد الحميد، عبد الحميد برافو، يصطاد هذه الكره. طبعا بعد هذا اللقاء ايضا لا ننسى اعتزال لاعبنا الكبير علي مراد، اعتزال كابتن الكبير علي مراد. والكره قطري، شوف المنتخب القطري، شوف المنتخب المنتخب القطري برافو، يوصلون الكرة بالطريقة الصحيحة ووصلت إلى حمدي النوري، لكن الغائم الغائم. طبعا بعد هذا اللقاء هناك منتخب الكويتي والمنتخب السعودية بصوت زميلي محمد مدو. اعتزال علي، في خطأ، في خطأ، آخر ثواني، آخر ثواني من هذا اللقاء. ونقول مبروك للمنتخب القطري، ثاني فوز للمنتخب القطري. وهني كرة أربع خطوات، أربع خطوات، وكرة سريعة للمنتخب القطري. الجناح، طريقة اللعب الجميل، الجناح برافو برافو حمدي النوري، حمدي النوري توصيل الكرة بالطريقة السلسة والسهلة. وخلاص خلاص أعزائي المشاهدين، 29-21 تفوق